طبعا شفنا جانب من عبقرية الدبلوماسية المصرية، وبكرة إن شاء الله نتحدث بالأولى وبالأكثر عن زي ما قلت لحضراتكم النجاحات الكبيرة، خصوصا في العقد الأخير أو في يمكن 12 سنة الأخرانيين، عن الدبلوماسية المصرية وإزاي قدرت مش بس ترجع مصر لمكانتها اللي كانت قبل 2011 اللي تسببت الحقيقة برضو في شوية مشاكل وأعباء على الدبلوماسية المصرية، زي شطب مصر من الاتحاد الإفريقي وزي حاجات تانية كتير، لكن كمان إزاي مصر قدرت تخدم على صناعة القرار دبلوماسيا بأنها هتنوع مصادر التسليح، وأنها هيبقى لها علاقات استراتيجية وعلاقات متوازنة مع كل القوة العظمى والدول في العالم، مش بس قطب واحد زي ما كانت قبل كده. خلونا دلوقتي نتكلم عن الموضوع الأهم لهذا اليوم، وهو خطة مصر لتوفير القمح. بيشرفني يكون معايا في هذه الفقرة دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. مساء الخير يا فندم. مساء النور، تحياتي لحضرتك دكتور سيد. يعني الرئيس امبارح وجه بحافز إضافي للقمح للمزارع، واحنا توقعنا في الحلقة امبارح مع الخبير اللي كان معانا انه ربما يصل الحافز لألف جنيه مثلا، بعدها يبقى السعر كله الاجمالي 1000 جنيه. بداية ايه بالظبط؟ النهاردة كان في اخبار عن 100 جنيه فرق في التسعير دوت. ايه اخبار الموضوع ده، والى اي حد هو مرضي للفلاحين اللي بيزرعوا قمح وحضرتك نقبهم؟ خلينا أقول لحضرتك إن القيادة السياسية والدولة المصرية والسيد الرئيس كانوا دايما بياخدوا خطوات استباقية لمثل هذه الظروف الاستثنائية. أي. وعشان كده من 2014 وكان التحدي الرئيسي والدعم السياسي الكبير والدعم المادي لقطاع الأمن الغذائي. أي. وقطاع الزراعة عشان توفير الأمن الغذائي. لما حصلت الأزمة أوكرانيا وروسيا وبدأت أسعار السلع الغذائية وأسعار الحبوب وارتفاع البترول والنقل، بدأت كل السلع ترتفع على مستوى العالم مش عندنا بس. وبالتالي كان سعر توريد أرداب القمح لأول مرة الحكومة في نوفمبر الماضي قبل زراعة القمح حددت سعره ب 820 جنيه للأرداب. أيوة. زيادة عن العام الماضي كان تقريبا حوالي 90 جنيه في الأرداب. السيد الرئيس يعني قبل كده كان ب 730 حاجة زي العام الماضي. العام الماضي كان ب 700 تقريبا و30، زاد تقريبا حوالي 90 جنيه 820، وده السعر اللي اعلنته وزارة الزراعة والسيد وزير التموين قبل بداية زراعة محصول القمح الحالي. ولما حصلت الارتفاع في الاسعار وكان يعني قرار السيد الرئيس وتوجيه السيد الرئيس ان دعم اهالينا المزارعين القمح، عشان احنا السنة اللي فاتت كل اللي دخل لوزارة التموين تقريبا حوالي 3.5 مليون طن، احنا السنة دي مستهدفين اكتر، محتاجين 5.5 مليون طن، وبالتالي لابد يكون هناك مع زيادة الاسعار القمح عالميا لابد ان انا يعني ازود اسعار ودي حافز اضافي للفلاحين المصريين الوطنيين، وبالتالي كان التوجه السيد الرئيس. انما هيزيد قد ايه؟ طبعا في جهات معنية في الدولة بتدرس حاليا دلوقتي ايه الحافز الاضافي، هتكون كميته قد ايه، مقداره قد ايه. الجهات المعنية إذا كانت وزارة التموين، وزارة الزراعة، وزارة المالية بيدرسوا، إنما نأمل إنه يكون الحافز إضافي مرضي بالنسبة لأهلينا الفلاحين، ويمكن هم كانوا سعداء بتوجه السيد الرئيس وتوجيهه إنه يكون في حافز إضافي السنة دي تحديداً لزيادة الكميات الموردة من القمح لصالح وزارة التموين. طب دكتور سيد، يعني حصلت الدولة من المزارعين على كمية قد إيه السنة اللي قبل اللي فاتت؟ يعني قبل 3.5 مليون وقبل ما نستهدف السنة دي 5.5 مليون كان كام تقريبا؟ يعني في 21 كان 3.5، في 20 كان تقريبا 3.2 من 10، 3.3 من 10. حلو قوي. يعني جابت نتيجة. يعني احنا بنقول ده ليه؟ عشان نفرق ما بين المزارع المصري العظيم ده اللي هو مش بيشتغل بس بقلة حيلة انه لازم يورد وخلاص، لا ده واضح ان الحوافز جابت نتيجة، بدليل كمان ان احنا استهدفنا السنة دي 2 مليون زيادة، وده رقم كبير قوي لاننا زرعنا اراضي جديدة بالقمح، وده اللي عايزك تكلمني عنه، مدى رضا المزارع المصري اللي كان عقود بيصرخ
ويحس ان الدولة بعيدة خالص عن امنياته واهتماماته وعيشته والدخل المعقول اللي بيخش له. احنا السنة دي المساحة المزروعة تقريبا حوالي 3.6 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضي تقريبا حوالي 200,000 فدان. وده الخطة إصلاح الأراضي اللي وضعتها الدولة وبتنفذها حاليا، ان احنا خلال 3 سنوات هتزيد مساحة القمح تقريبا حوالي 1,000,000 فدان. بدأنا السنة دي ب200,000، خلال 3 سنوات هنوصل ل1,000,000 فدان. وعايز اقول لحضرتك ان القيادة السياسية والسيد الرئيس دوما ينحاز لكل فئات المجتمع، ولما اهالينا المزارعين القمح حسوا ان الاسعار العالميه زادت، وبالتالي كان توجه السيد الرئيس، وهنا رضا كامل وارتياح كامل من اهالينا الفلاحين، لان دايما السيد الرئيس بيحس بنبض الشارع بكل فئات المجتمع، وطبعا في القلب منهم اهالينا الفلاحين والمزارعين. بس انا عايز اوضح لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام، انا ليس نقيب، انا نقيب للمهندسين الزراعيين وليس نقيب للفلاحين واهلينا، وده شرف لاي حد يعني، انما انا نقيب للمهندسين الزراعيين. طبعا يا فندم ده كمان يشرفنا، لانه المهندس الزراعي هو من يخطط للزراعه في مصر، فده معناه ان احنا يعني معانا النهارده خبره التخطيط لهذه الزراعه. يمكن عشان كده سالت حضرتك عن القادم، عن زياده المساحات المزروعه بالقمح، وبسال حضرتك كمان عن الإنتاجية. يعني حضرتك بتقول مليون متوقع، مليون فدان، معنى كده إن إحنا ممكن يكون عندنا 20 مليون أردب زيادة معقولة؟ مش حضرتك كنت بتقول إن الفدان بيدي 20 أردب قمح؟ 20 أردب متوسط إنتاج الفدان، عشان نسهل العملية للسادة المشاهدين. الفدان بيديني حوالي 3 طن، إنتاج القمح حوالي 3 طن من الفدان اللي هي متوسط 18-19 أردب، يعني حوالي 3 طن. لما تضرب 1,000,000 فدان في 3 طن، يعني عندك هيبقى عندك إتاحة من قد إيه من الزيادة دي؟ 3 مليون. إحنا تقريبا استهلاكنا يعني بننتج محل السنة دي متوقع 3.6 تدينا حوالي 10 مليون طن. إحنا استهلاكنا بيصل أكتر من كده، يعني الاستهلاك أكتر من كده، بنستورد تقريبا متوسط كل سنة 10 مليون طن، لأن التحدي الرئيسي حاليا امام الدوله المصريه هو الزياده المطرده في عدد السكان. مشروعات والدوله تسابق الزمن في العديد من انجاز المشروعات الامن الغذائي، ولكن لابد من ضبط المنظومه الزياده السكانيه، لان انت لما يبقى عندك كل سنه 1.5 مليون نسمه زياده او 2 مليون، بالتالي محتاجين اكل، محتاجين اضافه مساحات جديده، محتاجين توفير الامن الغذائي، وبالتالي ده التحدي الرئيسي ان احنا اللي هو الزياده المطرده في عدد السكان. نأمل ان طبعا ما فيش دولة في العالم برضو عشان السادة المشاهدين مكتفية من كل شيء. احنا تقريبا بنستورد قمح حوالي 45% من استهلاكنا، بننتج 55% وبنستورد 45%. مع المساحات الجديدة والتوسع خلال 3 سنوات نأمل ان الفجوة دي تقل مع الضبط المنظومة بتاعت الزيادة المطردة في عدد السكان. يعني متوقع حضرتك انه لما نستلم محصول السنة دي يبقى ال 45 دي قلت شويه عن قبل كده؟ هتقل، مؤكد انها هتقل، لان انت ضفت 200,000 فدان يعني مساحات جديده، وبالتالي الفجوه دي هتبدا تقل معانا، وهتقل كمان خلال ال3 سنوات القادمه لما نتوسع اكتر في زراعه 1,000,000 فدان جديده. القرار اللي خدته الحكومه امس، السيد وزير التموين والسيد وزير الماليه والسيد وزير الزراعه، بدايه موسم التوريد هيبدا من 1 ابريل من اول الشهر القادم. كان عاده بيبدا السنوات الماضيه من 15 ابريل وينتهي 15 يوليو. السنه دي قدموا كمان 15 يوم، لان طبعا المحصول القمح لما بيزرع في الصعيد درجات الحراره بتكون اعلى من الدلتا وشمال الدلتا، وبالتالي النضج بتاعه بيكون مبكر في الوادي الجديد، في الوعينات، في محافظات الصعيد، وبالتالي بمجرد ما هيحصد اهالينا الفلاحين هيتم التوريد مباشره اعتبارا من اول ابريل، وده قرار جيد جدا في توقيت. احنا كمان كان عندنا من اسبوع او يعني بدايه هذا الاسبوع كان عندنا مشروع القانون بتاع الحكومه انه بقى فيه تغليظ شديد للعقوبات
لمن يعني يجرف أو يزرع على أراضي زراعية، ودي خطوة مهمة جدا هتساعد لأنها بتوسع الرقعة، أنك تحافظ على الرقعة الموجودة. خليني أسأل سعادتك كنقيب للمهندسين الزراعيين، إزاي نقدر نعظم إنتاجية الفدان، يعني نعمل بقى توسع بس رأسي مش أفقي، مع زيادة الأراضي لا بنزود الإنتاجية اللي ممكن نحصل عليها من نفس المساحة؟ ده سؤال مهم جدا، وبشكر حضرتك لأن التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة 6 مليون فدان دي بتنتج 75% من أكل المصريين. أي. وبالتالي أصبحت جريمة النهاردة الأرض القديمة بتاعتنا أرض خصبة الإنتاجية بتاعتها عالية، أصبح هناك يعني تناقض ما بين أن احنا بنصرف مليارات على التوسعات في الأراضي الجديدة وتكلفة عالية جدا ومعالجة مية، وعندي الأرض الخصبة بتاعتي بيتم التعدي عليها، وبالتالي دي جريمة ولابد أن يتوقف تماما التعدي على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، لأن دي مسألة أمن غذائي وبالتالي هي أمن قومي، ما تقدرش دلوقتي تفصل الأمن الغذائي عن الأمن القومي. حضرتك احنا مع التوسعات الجديدة والمشروعات الجديدة لابد يكون عندنا زيادة رأسية من وحدة المساحة، بمعنى ان لابد يكون عندي أصناف جيدة تديني إنتاجية أعلى من الموجودة حاليا. على سبيل المثال القمح بيدينا الفدان تقريبا 18-19 أرداب، طب أنا لو كان عندي أصناف جيدة تديني مثلا 20 أرداب، لو زودت لي بس في كل فدان أرداب واحد في 3.6 مليون فدان هتعمل إتاحة كبيرة، وده حقيقة الدولة مهتمة بيه والسيد الرئيس، لأن أطلق برنامج لتحسين التقاوي بتاعة كافة المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضار. زمايلنا في مراكز البحوث بيعملوا على ذلك بحيث أنه كل الدعم ليهم، الدولة بتدعمهم، توفير التمويل اللازم ليهم لإنتاج أصناف وسلالات من كافة المحاصيل تديني إنتاجية أعلى وفي نفس الوقت تتكيف مع التغيرات المناخية ومع ندرة المية. طيب دكتور سيد، الحكومة قالت أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وهما ينتجان حوالي 25% من الإنتاج العالمي من القمح، بدأت الدولة تفكر في الاستيراد من 14 دولة جديدة. إيه أهم الدول الأخرى المنتجة للقمح وعندها قدرة على تصديره؟ ما في طبعا أمريكا بتنتج وبتنتج بكمية كبيرة، لكن عندها استهلاك 350 مليون نسمة، فإيه أهم الدول اللي ممكن في رأي سعادتك نعتمد عليها في الاستيراد في الفترة القادمة؟ والحمد لله أن أزمة روسيا أوكرانيا اللي كانت كارثة على دول كثيرة بالنسبة لنا هي مشكلة يمكن التغلب عليها زي ما حضرتك تفضلت، لأنه الغاز إحنا مستكفيين وبننتج منه وعندنا وسائل لتصديره، القمح إحنا زودنا إنتاجنا منه، فالحمد لله الموضوع مش كارثي بالنسبة لنا يعني. لا الحمد لله إحنا عندنا يعني زي ما يعني قلت لسيادتك، الدولة المصرية عندها مخزون استراتيجي وكانت واخدة خطوات. إحنا لغاية 2014 كان أكتر سعة تخزينية تقدر تخزنها من المحاصيل الاستراتيجية شهرين ولا حاجة، إحنا النهاردة عندنا الحمد لله 5 شهور و6 شهور، ودي الحمد لله من فضل ربنا وكرمه. بالنسبة للدولة المصرية بتنوع في الواردات الزراعية، يعني هدي حضرتك أرقام، إحنا كان ما يتم استيراده من روسيا من القمح تقريبا حوالي 29% من استهلاكنا، ايضا من اوكرانيا كان تقريبا حوالي 24، انما رومانيا كنا بنستورد منها 45%، وجزء ايضا من فرنسا، جزء من استراليا. فالحكومه المصريه دائما عندها خطه لتنوع وارداتها من اكثر من دوله، وبالتالي احنا حتى في ظل الظروف الحاليه في شحنتين قمح اعتقد حاجه دخلت منهم امبارح، شحنه دخلت امبارح وشحنه يمكن تخش بكره ولا حاجه، فالعملية مطمئنة تماما، لأن الدولة المصرية بتنوع دايما في الدول في الواردات بتاعتها، ما بتعتمدش على سوق واحد بالنسبة للحبوب وتحديدا الأمن. طيب بالنسبة يا فندم للمشروع القومي للصوامع، ده مشروع كبير قوي والدولة أولته اهتمام عظيم الحقيقة ورصدت له تمويل كبير، وده بيقلل الفاقد اللي كان عندنا من عدم جودة التخزين، ياريت حياتك تكلمنا عن هذه الجهود وإزاي هتعظم من ما لدينا، يعني نقدر نستخدم أكبر كمية من اللي احنا
بننتجه أو بنخزنه سواء كان منتج أو مستورد. صحيح، احنا لغاية 2014 زي ما قلت لحضرتك كان كل الصوامع اللي عندنا ساعة تخزينية شهرين. القيادة السياسية كان من الأولويات إن أنا يبقى عندي مناطق لوجستية وعندي صوامع جيدة على مستويات عالية عشان المنتج بتاعي أحفظه في ظروف جيدة وحافظ عليه. قبل 2014 لو كنا نزور بعض المطاحن بنلاقي القمح مفروش في الهواء الطلق، في يعني عدم جودة، في أتربة، ما كانش فيه الكواليتي الجودة اللي موجودة دلوقتي بالمواصفات العالمية اللي موجودة في الصوامع، وحضرتك بتعرض دلوقتي على الشاشة بعض الأماكن الصوامع الجيدة المطابقة للمواصفات العالمية دي. الدولة صرفت عليها مبالغ ضخمة ولكن النهاردة حسينا بقيمتها. تخيل حضرتك أن الدولة لو ما خدتش هذه الإجراءات من 2014 سواء بالنسبة للبنية الأساسية المتعلقة بالصوامع والمناطق اللوجستية والتخزين الجيد والمشروعات الزراعية سواء كان مشروعات التوسع الأفقي أو الصوب الزراعية أو الانتاج الحيواني، كان الوضع النهاردة إيه؟ وعشان كده دايما القيادة السياسية من 2014 والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة واخدة إجراءات من 2014 عشان مثل هذه الظروف يبقى عندنا الإتاحة، عندنا مناطق التخزين، عندنا الساعات التخزينية. والحمد لله حتى السوق المصري الأسعار ارتفعت، الأسعار فيها زيادة، إنما مفيش سلعة مش موجودة في الأسواق المصرية. ويمكن النهاردة السيد الرئيس كان عقد اجتماع كبير جدا مع السادة المسؤولين عشان ضبط المنظومة الموجودة بالنسبة للأسواق وارتفاع الأسعار، وأيضا بالنسبة لتحديد سعر الرغيف في الخبز الحر، لأن طبعا كلنا الفترة اللي فاتت كان في أسعار معظم السلع ارتفعت وبالتالي كان في جشع من التجار. لا، النهاردة أصبحت الدولة بتحط ضوابط لعملية والوفرة موجودة. النهاردة شفنا افتتاحات معارض أهل رمضان فيها كل السلع بكمية، في المنافس بتاعة أمان الشرطة، في المنافس بتاعة الخدمة الوطنية، وبالتالي كل مثل هذه الأمور لولا أن أنت عندك إتاحة ولولا أن أنت عندك تخزين استراتيجي لمثل هذه السلع كان طبعا يبقى في أزمة. إنما كانت القيادة دايما سباقة والسيد الرئيس أن يبقى عندنا مخزون استراتيجي يكفينا لمدة 6 شهور. إن شاء الله الأزمة دي هتنتهي بإذن الله. وأيضا المناطق اللوجستية والصوامع حتى في العاصمة الإدارية فيها مخازن تكفينا إن شاء الله لمدة عام بإذن الله. فيعني كلنا مطمئنين للقرارات اللي بتاخدها القيادة السياسية، كل السلع متوفرة وكلنا مصريين شايفين سعرها مرتفع، ما حدش بيقول لا، إنما يعني الحكومة بتاخد إجراءات لضبط منظومة الأسعار. احنا كمان وصلنا من دقائق في مكالمة هاتفية قبل ما سيادتك تشرفنا إنه وزارة البترول كمان أصبحت منضمة لهذه المنافس. كان معانا خبير الاقتصادي سمير رؤوف، وانضمام وزارة مهمة زي وزارة البترول بما لها من قدرة على أنها تبقى موجودة في أكتر من مكان، ده هيغري برضو جهات وأماكن أخرى. طيب أخيرا دكتور سيد، هل من اقتراحات لديكم لتعظيم الاستفادة من الزراعة المصرية؟ عايز أقول لحضرتك كل حاليا دلوقتي بمنتهى الأمانة مصر دخلت عصر الزراعة الذكية والزراعة الحديثة. كل المشروعات التوسع الأفقي والمشروعات الجديدة تستخدم أفضل الأساليب في الزراعة الحديثة. إنما نحتاج إيه؟ من دم سيادتك سألتني هذا السؤال، لابد من تطوير المناهج التعليمية في كليات الزراعة وفي الجامعات المصرية. صحيح. بما يتواكب مع الزراعة الحديثة والزراعة الذكية، لأن نحتاج خريج لسوق العمل يتواكب مع المستحدثات واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة. ده كلام عظيم، أنا بشكر سعادتك جدا على وجود حضرتك معانا دكتور سيد خليفة نقيب المهندسين الزراعيين، شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. جزيل الشكر لحضرتك، وبشكر حضراتكم لوجودكم معانا. بعتقد نحن ممكن على طول بعد فاصل قصير نكمل أخبارنا ومداخلاتنا حول أهم الأحداث لهذا اليوم، خليكم معانا.